بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. فرمي: الإخبار عن عام للناس لا ترافع فيه إلى الحكام الرواية أو مبتدايا. تيجيشتكا كاب رواية سيا إخبارش تشي عام ديك بو هم خرشي وشي إيك بي بيونديشي بمحكمة ونبي مدعي ومدعى عليه نبن نقص يكيدا. تيجيش تكاكا مدعي ومدعى عليه هب نقص يكيدا استابق ويدري فيقوتي شاهدي دان الرواية فيقوتي الرواية يعني جيرانوا وخلافه خلافي أو تعريفش كتازة باسمان كده خلافي أو خبر داني، وهو الإخبار عن خاصين كخبر لا اشتشي تايبت بدي اشتكش ببعض الناس تايبت ببعض كسك كليل دا مثلا مدعي مدعى عليه يا بابرين. أجا يمكن الترافع فيه إلى الحكام دقنزا ببريت محكمة قزيكا دقنزا شابي أويبو سيبيا قوتري الشهادة حربي كاكا في قوتري شاهدي دان. أو جاء وخرج بإمكان الترافع على الإخبار عن خواص النبي صلى الله عليه وسلم كقولت من يمكن كتابت ببعض كسك وبو يعنى أو دي كتابت بعموم خرشين أو تابت ببعض كسك أو جاء بوي تخارج بو يمكن الترافع الإخبار عن خواص النبي صلى الله عليه وسلم او تایبد من یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که اری نوجنی هبو یعنی او هابو یعنی او هابو حرب کاکا او بعض الناس عامه للناس طبعا اشتکا و یعنی برام بس قید شی خارجه بی او شرب خبر حسابه به يمكن الترافع حرب کاکا ایوج لا يمكن الترافع او جام. فينبغي ان يزاد في التعريف الاول دوال تعريف اي كم كلمة عام لوين دريوا زياد كلابا حاربو كلمة غالبا معناه قد با الإخبار عن شيء عام غالبا حاربو كعكا للناس كلمة غالبا اندوا زياد كلابا حتى لا يخرج منه الخواص حتى تايبد من يكاني پیغمبرش صلى الله عليه وسلم لبردرنا شبان هنجين بقيد غالباني خصوصي حتى پیغمبرش صلى الله عليه وسلم وقال تعريف ايه كما كوتنوا بيوس ما بهندي نبو يمكن الترافع يبلي. آي بارك أكيد لوان خواصي في غنبر يسال الله سلام. إذا ونفي الترافع هنجينا كالي بيان الواقعي لبو بيان واقعية حاربي كاكا لو تكشتي عام ترافعي تيداني مدعين يا لا اشتكيدا يا مدعى عليهن يا بوي ما استدرين لحقوق خواي تبارك وتعالى مدعي ومدعى عليه نينا هم إخباره واي يعنى أجا وما في المروي من أمر ونهي ونحوهما كسك سؤالك أو حديثاني أمر يانتي دايا يان نهي يانتي دايا يان غيري أوانشك فعل أمر إنشاو أو نوع عشتاننا مما يرجع إلى الخبر بتأويل حاربك عكا أو أمر نهيانش دينا وصر خبره برام بتأويل وشي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أمرك أفرمي روجه دوشن بروجي بن هي وأمره واي يعنى يعني أري صوم الوصال ما كان هو نهيا أو فتأويل أقيم الصلاة مثلا إي أقيم الصلاة كأمرك يا يعني ولا تقربوا الزنا كنهيك يا مثلا لتأويل سدايا الصلاة واجبة لتأويل هندي دايك خبرك بمبتدا وخبر به نج إن شعبي يعني الزنا حرام وعلى هذا القياس قياس بو ترتيبه في دابرو هل أمر نهي قل في غنبر يواريد بي صلى الله عليه وسلم مؤولة بته بخبر لبرته لبر آياتي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كأنه بيغمبر أفرمي صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أن الصلاة واجبة أوحي إلي أن الزنا حرام تقشت براجان أو جاء
اما ليره فرق شيء اخباري وانشائي ما كذ انشاء كاتولا محكمه داري اشهد ان لفلان على فلان كذا فرانكس عندي قرض داري فرانكس يعني اشهد ان فلانا فعل كذا ظاهر عباره كيب خبر حسيبه وايا انا تاخو او اخبار يعني انشاء افرمي واشهد انشاء لسر قولي بقوات كلمه اشهدو كتو شاهد شاهدية داري أشهد أن لفلان كذا مثلا كلمة إنشاء لروي معناها برام لفظكي لفظ خبرية أو وشي تيا وشي لا يمسه إلا المطهرون حاربي كاكا لا يمسه إلا المطهرون لفظك خبرة برام معنى إنشاء تدايا نهي هندي كاكا كابرا ببيد زنوجي دز القرآن ده او جاء تضمن الاخبار بالمشهود به برام لازم نخوي قلت يا خبر بمشهود به بدري كحقكية وانيا ايه او جاء لا محض اخبار او انشاء ونبي خبر شي سربخوبي يعني انشاء شي سربخوبي كدو قولك يدي ودرين شو قولك داري خبر شي سربخويا قولك داري نا انشاء شي سربخويا اجا اوكا قوتمان انشاء تضمن الاخبار او يعني على المختار سر قولي هر جزاء جار سي قولي تدانا مختار مصنفي او هاي دايبرا هو جاء او قول مختار مصنفي كافرمي اشهدو انشاء ومتضمني اخباريا تماشاي دوشتانك يكم يعني ناظر الى اللفظ تماشاي لفظ اشهدو يكا لو لوجود مضمونه في الخارج به شكرا مضمون لفظك كشاهدي دانا لكن قاضي في الخارج كلا دروام او مضمون دي تجدانك به بخدي لفظك دي تجي شون مثلا اري اضريب مضمون اضريبي كلا دانك لخارج دا بخدي لفظك دي تجي ونبي حكاية شي ماضي بحكاية ماضي عيني لفظ اشهدوش او هايا مضمونك كشاهدي دانا لكن قاضي مقصودة حكايتي اشتشي غاب الدنيا بركو مقصودة مضمونك كي اثباتي حقا كيف كي لكن قاضي او يعني به بخدي لفظك كي تجي دوام يعني وإلى متعلقه تماشاي متعلق لفظ اشهدو يكا كمشهود به يكيا اها اجا متعلق الكسية خبردانا بهبوني حقشي لسر فرانكسي يامبو فرانكسي او بودو نوعانة ما شايكر كدري انشاء ومتضمن اخباريا والثاني قول دومش كدري محض اخبارا او يعني الى المتعلق فقط تنها تماشا متعلق كيكا كمشهود به كيا واتخبر دانكا بهبوني حقشي لسر فرانكسي مثلا والثالث سيمش كدري انشاء اوش الى اللفظ تماشاي لفظك يكا فقط تماشاي متعلق لفظناك وهو التحقيق او جاك لأكون يوا ريقا راستك لقل سيمكي دايا او طبعا لكن شارحي لو تك انشاء معنايك لفظ اشهدوي بو هندي دان درايا بو متعلقك دان درايا اماش تماشاي مدلول لفظ اشهدوي اكين بو او دفر بي محضا انشايا او جاء فلم تتوارد الثلاثة على محل واحد او سي قولانا نها تسريق محل لو تكيه كمكا تماشاي دواني كد اي لفزي متعلق لفزي اي دو مكا تنها تنها تماشاي متعلق كيدكا سيم تماشاي تنها لفزة كيدكا او جاء كسك سؤاليكا كودري اشهدو انشايا معنى إخبار شي تدايا آخر إنشاء أويا حكاية ماضي تدا النبي إخبار أويا حكاية شي ماضي تدا بي يعني حكاية شي داهاتو تدا بي أجا أو حكاية لخارج دا نسبة شي هبي ذا لقالي تيك كاتوا يعني تيك نكاتوا أو منافاتها أو جفرمي ولا منافات بين كوني أشهد إنشاء كبدرين لفظ أشهد إنشاء وكوني معنى الشهادة إخبارا برام معنى كشي إخبارا لو أري لأنه شك لفظ أشهدوي صيغة صيغك مؤدية لذلك المعنى أو معنائك وإخبارا أداءك معنى إخبارك وله خارج تطابقه أو لا تطابقه مخسرة بس بمتعلقه بسبب متعلقك
او ادای او معنای دکا نک به خودی لفظ کی خوی به خودی لفظ کی خوی ادای او معنای نکا او صيغ العقود او صيغانه بو معمرت بس نوشتی دان راینه کبیعتو فروشتم لظاهری که تماشاکی خبر و فعل ماضیه اشتریتو کریم زوستو لتون مارکر تزوستو قبوری مارکر نیم کرد حربی کاکا هبو یعن انشاءون حربی کاکا با انشاء دان راینه اوانه اخبار نینه معنی چه انشانه يعني أصل يعني صيغة خبرية نقل كراية ولا إنشائي أجابو نقلي بو تحقيقته شي عرفي فقهاء يعني لعرف فقهاء ده حقيقتك فيه لإنشائي ده حقيقتك لإنشائي برام كنجين بعد النقل من الإخبار إلى الإنشائي عربي أو معنى عبري أقعد لي بي تقشت كاكا لو لوجود مضمونها في الخارجي شونك مضمونك أو زوجت وبعت أو أنا لخارج دا بيداء بي بس بيداء بي بها بخدي سيغة كيف بيداء بي نقب جوري واقع خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه في قوله إنها إخبار أو قوتيتها الخبرة بس وقوتيا على أصلها تكو أصلك خبر بوا نقلي تيدانيا شو أوي كدري إنشايا أويش دري إخبار بو خو إنكار إخباراتي ناكا بس أري نقل كرايا لإخباراتي بو إنشاءاتي بو تحقيقة شي عرفي لكن فقهاء يعني بابري وايا يعني آها برام إمام أبو حنيفة فرمينا هاد إخباري جارانا هاد سر أصلي خويا بأن يقدر وجود مضمونها في الخارج قبيل التلفظ بها أري مضمون كي لخارج ليتجي بيش تلفظ بها بصيغة كي بيش يوي تلفظ بصيغة كي أو جا مضمون كي ليتجي كإنشاء بيعية يعني إنشاء شراء يعني إنشاء زواجية. قال القاضي أبو بكر الباقلاني أفرمي خلاص أول موضوع كدين سر جرح وتعديله جرح وتعديل الراوي أجل راوي مزروح بي حديث كيلي ورناجي لي يام بزعيف دا عندي بجوري جرحك تيجيش كاكا إذا قال الأبو قاضي أبو بكر الباقلاني يثبت الجرح والتعديل بواحد حارب كاكا في الرواية والشهادة نظرا إلى أن ذلك خبر على جرح وتعديل بأيك نفر جديد تجي نفرق بري فرانكس مجروحة يعني فرانكس عادلة في عوشي تساكا يك نفر وبري أو زال الرواية بي يعني لشاهدي داني بي طبعا ليرا تحفكت بينا وفكرة خوك قوتمان أقر كابرا يك جرحي كل جرح مقدمة لسر تعديلي لتحفي وهما قوين استفادة بو إيرا هيا وني كاكا لبرت قوتيتي شاهدي أجاتو كسك سؤالك رواية قوتت خبر قيدناك بالشاهدي إنشايا كل إنشايا أتوري كابرا جرحك لي لنظرا إلى أن ذلك خبر حاربك عكا بنظر معناه متضمن حاربك عكا كمضمون معناه كخبر باعتبار هندي أو بلي بابا آخر جرح وتعديلك بو شاهدية مشكلة و بو رواية مشكلة ني رواية إخبارة واي يانا ايتونا ناري أشهدوا اتوري كابراي چي كابراي كابراي داري إذريب بيتكريب ري درويكي واي يانا ايت جرحت كابراي كتجرح كد معنى ويخ إنشايكش إلي ورناقري اري كو جرح لإنشاي قبورا أري نظر بنظر معناي بنظر هندي ككوا معناي كي معناي خبرية هدينا ما قلت متعلق كي خبرة بنظر هندي أو جرح تعديل قبورة دنا هذا يضربي أتو كابرا يكبر يضرب بيتك نبري دلو يكي يخو واقع شنية تطابقه ولا تطابقه وايا أنا إيه. وقيل في الرواية فقط قيل شيش دارينا الجرح تعديلك بس للرواية قبورة بخلاف الشهادة برام لشاهدية قبولنا أو قيل لو يقول رعاية للتناسب فيهما مراعاة مناسبك للرواية لشاهدية مناسبك تيا فإن الواحد يقبل في الرواية رواية يقن فري قبورة دون الشهادة برام يقن فري بشاهدية قبولنا لسوى منجر رمضاني واي يعني
او اجماعي لسر لغير مانج رمضان ونيا يكس قبولنيا تستشهدوا شهيدين من رجالكم و بي شاهد عدد بي برام راوي شرني عدد بي بيك نفرش بس بلي كفرون يظن لأن ذلك خبر علتي أو ببوتي جهت لي بيجانا ثابت أجل نعم أري في الرواية والشهادة أو بس نظرا إلى أن ذلك خبر حاربك كتماشى هنديك إن كجرح تعديلك حاربك كخبرة بوي للشاهد يجدا حاربك كهر للشاهد يجدا قبولا إذا باشا كاكا وقيل لا فيهما قيل قدرنا نل شاهد يجدا قبولا نرى الرواية نظرا إلى أن ذلك شهادة حاربك عكا أو درين جرح تعديل حاربك عكا بس حسيبا بشاهدي حسيبا شاهدي جنابي لدوان كم تربي فلا بد فيه من العدد أقل عددي جدوة أو تقريشتي. وقال القاضي أيضا يكفي الإطلاق فيهما لجرح تعديل إطلاق بس كابرابري هو مجروح يعني هو عدل أي في الجرح والتعديل فلا أحتاج إلى ذكر سببهما بين السبب كبري مثلا بري والله كبرى قتلك دي يعني زناك دي يعني شراب خايته بين أو قصيبه يعني سبب تعديل بري بينس فرز دي تمزجرت وتشني وجان ناس وين وبيع وشي بأخلاق وشاكا أو بين في الرواية والشهادة اكتفاء بعلم الجارح والمعدل به حاربك عكا اكتفاء بهندي أكين كوا جارح ومعدل علم بسبب كيه وقيل يذكر سببهما قيل قوتي الشرط أويد بذكر سبب كيبك ولا يكفي إطلاقها بيناوي بمطلق بليلو لاحتمال أن يجرح بما ليس بجارح ذا بسبب كيبري شو احتمالي هي أو جرح كابراي كربي بما بشتشي ليس بجارح لحقيقتها بجارح حسب نبي حارب كعكا وخلاص براوة يعني وأن يبادر إلى التعديل بفلك أبراي بعدل بياو تاك دانا بعملا بالظاهري عملي بالظاهري كذبي استاوية كابرا قالك الزبيني لخور هاري بخوع فرانكس بياوي تاكا يعني فرانكس ملايش تاكا أقرا إلى باطن الأمرين يتسل قوريا حارب كعكا علمي بيني بس سببك وقيل يذكر سببهما او هجوا مانقول وقيل يذكر سبب التعديل فقط سبب تعديل كي بابري دون سبب الجرح لو لان مطلق الجرح يبطل الثقه تنهابري وكابرا مجروحه باور فيك انك بتاركاتوا اما ومطلق التعديل لا يحصلها مطلق التعديل حرب كاكا باور يكي حاصل ناكا لجواز الاعتماد فيه على الظاهر اشكالو انا الى تعديل اعتماد دابت الظاهر أو أوهابه أو جاء أفرمي وعكس الشافعي رضي الله عنه فقال فرميتي يذكر سبب الجرح للاختلاف فيه دون سبب التعديل سبب الجرح كيدري حاربي كعكا شو خلاف لجرح داهايا دون سبب التعديل ران سبب التعديل كي بيناوي بيلي شو قالك كسكابرا بقناحي داني لحقيقة قناحي جنيا وايا يعني وهو أي عكس الشافعي المختار في الشهادة قسيوي هرب جرتي للشاهدي داني وهي أن سبب كيدري أو جاء سبب الجرحي أنواع أشكال بنه ولت فنقول أبوة بنوة سببك ببو هندي وهي أن جر منفع ودفع مضرة سبب شيدي كبو وهي أن أما الرواية فيكفي الإطلاق ولا الرواية تشوك أشتش الزعيفة إطلاقك بس لبو جرح تعديلك كنجين إذا عرف مذهب الجارح حربي إطلاق كنجين بس أجل مذهب الجارح كيف زاندري من أنه لا يزرح إلا بقادح كابراي جرحناك إلا بشتشي كزرر بدا ولا يكتفي بمثل ذلك ولا يكتفى بمثل ذلك في شهادة بل عمل شاهدية اكتفاء ناكري وهل إمام الشافعي وافر ميلو لتعلق الحق فيها بالمشهود له شك حق غيري كمشهود له ومتعلق بوي وهي يعني لبرهن ذي قبول ناك دي بيلي أو زاري وقول الإمامين مبتدايا هو رأي القاضي خبريتي آقاد دي بي
قول إمام حرمين إمام رازي كفرموي يكفي إطلاقهما حرب بس الزرح تعديل بمطلقي بقوتين الزرح والتعديلي كنجين للعالم بسببه ما كابراك علمي بسبب علم الزرح والتعديل يشعبي أي منه حرب كاكا يعني أو كابراك لترفه يوا لو عالمي ومنه لو عالمي ما بس إطلاقك ولا يكفي من غيره برام لغيره كافين كعلمي بسببين به أري هو أو قولي إمامين رأي القاضي المتقدم هل رأي قاضية أو اكتازها للابر يورا قتمان يكفي الإطلاق فيهما أوش هل يكفي الإطلاق برام كلمة كان لي رزياد كيرت أو أنا قتيان من العالم ونكاكا أذا لبرت وابو إذ لا تعديل وجرحة نتعديل ديت الزيو نزرع ديت الزيو لا من العالم بسببه ماذا بكابرا علمي بسببه به فلا يقال ناقوتري إنه غيره أو قولي إمام غير قول قاضية حربوا وإن ذكره معه ابن الحاجب وغيره هرسا ابن حاجب وغيره ويش حربك كاكا لقال قولي قاضية عن ذكر كدير بعطف عطفه نشانه مغايرة برا مغايرة هر متحدة خلاص ضمنا هر وشيئك شو كابرا جرحيك لكن قاضيش لا بيحر علمها بي فكابرا علمي نبي بسببك يكو جرحك يكا دا بي قناحة شي ليديد بي كقناحي ليديد دي وجنا بي تعالم بو قناحي وهي يعني اري هركاته وإيك جاء قوتي ابن حازم المختصر يقوتي إن كان عالما كفى فيهما وإلا لم يكفي هو عبارة ابن حاجب لمختصر لكنة يا أوان لكنة يا أو زاري شاهد هبو قوتي أو كابرايا مجروحة بكذلك شاهدي وروايتنا دو شاهدي دي شاعت الشاهدي عن ذاتي عن عدلة شيئا مقدمة ألي والجرح مقدم عند التعارض على التعديل لسا تعديل لبيشترا كنجين أذا وخلافه كانت بوري إن كان عدد الجارح أكثر أقل عدد بلندار كركان زور تربي من عدد المعدلي أو يعني إجماع أو يعني إجماع أقصي لسنة سيكا سانقوت بياوي خرابة دوكا سانقوت بياوي تاكا جرع لسن عدالة مقدمة أو أقصي لسنة وكذا إن تساويا حاربي أو مختلف فيه أقل وشيئك بندوب دوب عدد الجارح وعدد المعدلي أو كان الجارح أقل عددا يعني جارحك إيقبو دوبو أو يديك ببيتسوانا وصيبو من المعدلي لو لإطلاع الجارح على ما جو جارح مطلعه إطلاعه على ما لسرشتشي لم يطلع عليه المعدل كمعدل أقايل وشتينيا أما جنما نقول زيد علم بقوة لا تحفي قاعدك ما نقول حتى أجر شاهد جزيد علمي لك البايا وفي الشاهد دي كديخرا وابو يعني وفي المايا أجاء أو مايا ليرى معنى نوع علم الشي لكنا لم يطلع عليه المعدل اطلاع معدل بس روع الميدان نبوة وقال ابن الشعبان من المالكية أو قوتيتي يطلب الترجيح في القسمين لهذا القسم كي آخره لتساوي ولا جارحك أقل بي كما هو حاصل في الأول حاربك أكا بكثرة عدد الجارح حروك ترجحك لإيك مكيدا هاتي تجي بسي هاي تجي بكثرة عدد الجارح بوي إجمع قوتي أقل عدد الجارح لمعدل زياتر بي وبيش داخلي لوش كسبب ترجحي هي ككثرته وهي أن كوابو لتساويو لا أقل إجداء دعواي ترجيحي أكيد بدواي مرجيحة شي داعا قيرين إيه أوي تيجيش تيخو وعلى وزانه هل لسر أو وزني تازا قوتمان ابن الشعباني أوانا قال بعضهم إن التعديل في الثالث مقدم وكان تعديل لسيما كيدا مقدمة قوتي أقل جارح أقل بي لسر وزاني كما كيكا قوتمان إجماع ما دام جارح زورتر بي بإزماع وبيش داخلي لسر وزني ويش قوتي تيان اگر معدل زورتر بي حاربي وبيش جارحي داخلي او هاي قوتي او جا ومن التعديل دير تعديل ضمنيش من هي تعديل سريح هي تعديل ضمني هي
تعديل السريع ويبري هو عدل وايا يعني تعديل ضمني كوا أري ومن التعديل بشكل تعديله كتعديل ضمني بيغوتري لشخص وشخص حكم مشترط العدالة حاكمك كواب شر بقري شاهد عدلي هبي يعني حنفينا ببابرين في الشاهد كعدالة بشر تقديل الشاهدي أذا حكم بسبك بالشهادة بشاهدية من ذلك الشخص لو شخصي كابراهيم بردكن قاضية شي شافعي مذهبه هاربو كاك الشاهدي دا حاكم شاهدية كي ورقدو حكم شي بشاهدية كي كي او في يقول تعديل ضمني خو قاضي نقول هو عدل برام حكمك دليل لسر عدالته حكم حاكم دليل لسر عدالته لو إذ لو لم يكن عدلا عنده أقل لك أنه حاكم بعدل دانا درابا لما حكم بشهادته حكمي ناكر مشاهد يبي أو إيك لتعديل الضمني وكذا عمل العالم المشترط للعدالة في الراوي برواية شخص أويش تعديل له ضمنا تعديل لبو أو راوي في الأصح لكن قولي أصح كوابو أو مثال إيه كم إيه شاهد يبو إيه حاكمي مثال دوم إيه عالم شيء حديث عن بو تابوقات لعدالة شهادته إيه الرواية بقريته وبو يدو مثال هنا أو جاري أوش في الأصحيبو وإلا لما عمل بروايته خلاص قيل دوم أفرمي وقيل ليس تعديلا له نابت تعديل ضمنا والعمل بروايته يجوز أن يكون احتياطا لو أنك عملي بروايتك اليوم لروي احتياطه به أو جواب قيليا أو جاري والرواية من لا يروي إلا للعدل أوش بتعديل مروي عنه جدله أوش بتعديل شي الروية رواية من عالمشي كعادة لا يروي إلا للعدل أي عنه كرواية ناكا إلا لبياوي عدل النبي بأن صرح بذلك أو جاب أخوي بصراحة بربري أو كابرايا أمن روايتناكم إلا لعدري أو عرف من عادته يعني لعادتي وبي عن شخص كروايتك على شخص شي أو شخص عدل بي هموي أو تعديلون أو خبري والروايتويا روايته مبتدا أو تعديل الخبرة أقرعت في الشكية في شخو وكذا الرواية أوها لو كما لو قاله عدل كأنه ويقول له عدل استع شرط مسلم وبخاري أو يا روايتنا كان إلا على عدل نبي دكوا أبو هر مروي عنه بخاري ومسلم ليه عن رواية كربي أما دبي بعد لي دابني وهي يعني لوسك تعديل أبو برام ضمنا ضمنا وقيل لا قيل قلتنا لجواز أن يترك عادته تشكي احتماله السقاء أو موسوق به عادتي خوي تركه زار بزار لا مجروحة شي روايتك أوجيك خلاص بويرش أو جاء وليس من الجرح لشخص أو نابت الجرح بوك شاهد شي عن راوية شي شخص بو يقول تعشمول الراوي شاهد شبك تي ترك العمل بمرويه حربي كابرا عمل بمرويه وينكا يعني عمل بشاهديه وينكا شرنه كابرا يا مجروح بي واي يعني شرنه مجروح بي ما مثال شي بينين استاذور حديثنا لموثوق به الروايه كتاينا واي يعني خذ الراويه كعمل فيناكا ايه لوان جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العصر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إمام الترمذي بخوي روايتي كذا إمام مسلم بخوي روايتي كذا هم راوي كانش عدل عمل الشامبين كذا هاربي حتى إمام الترمذي أري ولم يعمل بهذا الحديث أحد من أهل العلم ترك عمل معنى أن الراوي كان مجروحا يعني سبب شيء دي كهبوه وهي أن سبب كديار اللمتنيا نقل سنديا كوابو ها كسبب لما تني بيدابو وهي أن تأثير لسندينك تلازم لبين يعني زاروية خلل لما تني حديثها زرر لسندين هذا زاروية السند الضعيفة ولما تنكي صحيحة كي لقل دق القرآن يعني حديث جيني كي صحيح ديك كاتوا وهي أن أو اللي حاربي أو قاعدي أو زور في مستئيرة أنا أتوكي لا مسابي زور ليرتي أشكد هرست تلازم شي لبيني
متري وسنة دروس كان عمل بحديث هناك حرب كاكا مع أنه أوش ونيا إيه ذا زور ساكا هروها وترك الحكم بمشهودهش يعني حاكم شاهدك قبول لك لو احتمالي كابرا عدل بي بس هنده الشر من بي نتواني الفاظ شاهد يبري يخو حاكم نابي بري اوها بري حارب دبر وي نيزاني لفظ شاهد يبري در يكات دري بس خو معنى وني بياوي خراب بو اوها نيزاني عبارتك يبري او عبارتك الشرع باعتباري دانا وايه يانا لجواز أن يكون الترك لعارض فلوانا حكم بمشهودي يعني ترك عمل بمروي لبر معارضة شبي معارضي هي وانا دباشا أري وليس من الجرح ترك أجاهر وها وليس من الجرح الحد له في شهادة الزنا هذا بكاكا أوش بزرح دان 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 أندري أو بياوا حد لي بدل كلابي لشاهد الزناي لبر چه؟ لبر نقصانی نیسابه خو نقصانی نیسابه نه شرده که برای شاهد دروی کر بی لبر اشتا چی خارجی که خو آفر به چار شاهدان بینن سه کس تو شاهدیان دا خو لبر هنده ریان نادره که درویان کردیا لبر هنده نیساب تواب نبوا نیسابی جشتا چی خارجیا و نیک آکا بی ان لم یکن نیسابوها بأن لم يكمل نصابها نصاب الشاهد كي تعاونوا به لو لأنه كأوحد لدانا لانتفاع النصاب لبرهن ديا صار نفر تعاونوا بوينا نقصان عدد يا نقل بر ذات شخص كي ببرين دروزنا احتمال شيء راسي شكل بي ولا في نحو شرب النبيذ يا شاربكا توبي خوشاوي خوار بتوئي قصبه حاربي كاكا من المسائل الاستهادية المختلف فيها كخلاف تدايا أو ذاك نكاح المتعة وش نكاح المتعة لو للجواز أن يعتقد إباحة ذلك حاربتك احتمال هي باستهاد خو تبقى استعمى فينا كلي برين ابن عباس الرواية اللي قبلنا كلي إذا شربوا لما كي قوتي نكاح المتعة حرارة لو كاتي عبد الله بن الزبير رضي خوان نبي خليفة بو لما كي حاربوا يبون زعيان طبعا خزمي يقدي كشن وهي يعني قوتي من متعية كم ابن عباس فرموي حضرتي عبد الله تسيفر بخاوان الصلاة بالمكي قلت والله لو فعلتها لرميتك بحجارتك تماشايك تي والله متعبك هل ببردكاني خود رزمتك لرزمتك بحجارتك من رميتك بخلين دوا لرزمتك ابن عباس سر أقصي لي توربو وتي من كرمامي بيغنبري ما أقصم في داري هستاماري بارك تسو تعيفي ونحن بينك ليه بجرحي ابن عباس يبكين مسألة شيء اجتهادي وخلاص وفرائضة لا عجابوه أفرمي أري قال الشهاب كأنه بالنظر إلى فرض ذلك في العصر الأول لسردم الصحابان هو وإلا فالإجماع منعقد على التحريم تازق سنما ولا مشتشي فرضية بوتري خلاص وفرائضة إذا مو بيهم مثال بابن عباس يبوه هنا كابراء يقول ابن عباس دري متعية كم والله من روايته اللي يورنا قلم أود بوني تكل عصر إيه كم هو برام لباس عصريبي او قبولنيا لحاربو يستاكا لباس ولا التدليسو حاربو كاكا هروها تدليسيش يعني شاردنوي هندك شتتي تأثير للرواية هناك او جا تدليس خوي بمعنى فيربازيش دي فيربازي يعني بروي شاردنوى إخفاي نوع عشتشي تدليس يعني إخفاء وايا أنا أو زاد جوري كاكملا إخفاء للسند هي لمتنيش هي يعني تدليس لمتني هي للسند هي السند قالك مشكلة يا لبر عدالتي هي متني خطرة شو داخلي من كذب علي متعمدا يبي كابرا تدليس شي لمتني دابكا تيجي كاكا أو زاد تدليس السند أما بحسكين حارب كاك في من روى عنه معنى تدليس السندي لو كسيب كاك أو لي روايتي كرديا أو تدليس السندي في أقوتري تيجيش دي يستا مثلا بتجوريك تدليسك بتسمية غير مشهورة ناو شوي لابنك أو ناو مشهور نبي له لو مروي عنه حتى لا يعرف حارب تانا ناصر لو إذ لا خلل في ذلك
لو تدريسي خلالني ما دام كابرا عدل بقيدناك. قال ابن السمعاني إلا أن يكون بحيث لو سئل مقر تدريسك بشيوي شوابي أقل سؤالي أو مروي عن هيلي بكين عربكاك لم يبينه بمار النكاتوا أو كاتف إن صنيعه حينئذ جرح له حرب أبي تجرح لو لظهور الكذب فيه ديار دروي كابوي نوري بمارون كاتوا وأجيب الجواب دراكتو لأبو ابن سمعان بمنع ذلك حرب كاكا أوش ممنوع الشرن كابرا دروي كواب فترك الاستثنائي دبوا ابن السمعاني أو إلا أن يكون بحيث هذا نقود با أو يعني أصهر منه ساتر لو الاستثناء كيفك من دبوا تدريسك يقولون بتسمية غير مشهورة أو استثناء هر نبايا تقشتي ترشي استثناء كربايا إلا أن يكون بحيث لو سئل أو باشتر بو لا استثناء كي تقشتي نعم آخر أري لظهور الكذب فيه أو علة كبو علة استثناء شرنا كابرا دروه يبكا كورا بابا كابرا وابي نويرايا استاتو لكابراشي السؤال كي لسر سردمي أمويان حديثة شي بوبني هاشميان رواية كربي نويرايا ناوي شخص كيبري بكشي نويرايا ما مستيقو يعشق رابكا إعدام يعني كرب أدو خوتو شرنا إلا كذب بخواهات كاربشتي وقرب زور بوا ها او بوئه و داره برام خو هموشتینه نویسی ایستا اتو زانه او عصره چند با فتنه و هراولی ابوه خواریز نفر یعنه کش دگر حدیث مطابق یعنه نبایه شیعه ده یعنه کش دگر مطابق نبایه عباسی ده یعنه کش امو یکان ده یعنه کش کرا زانه علم های جارن لچه عذابک دابون حاربوی آت کرده ملاحظه یعنه دیب که علت ابن السمعانی لزی خوینی خلاص و برای بوئه اره اصحرو هر تر چی کربا استنایکه اینه کربا و چی قولیه کم بایه و باش درمون لحاربو يستاكا أديكو إيه. هر وهاول التدليس بإعطاء شخص أو هر تدليس روايتي أقاد لبي أو تدليس الزرارينية بإعطاء شخص اسم آخر ناوي كابراي شدي كي لابني تشبيها وكسا شدي بتويدي كقولنا وشي كابرا بري أخبرنا أبو عبد الله أبو عبد الله الحافظ حاربي أبو عبد الله حافظ مقصود بيشيبي يعني الذهبية مقصود الإمام الذهبي بي أوجنا أبو عبد الله حافظ كفقيه ابن تيمية برامله جابه لسر مسألة تتسيم وطلاق السلاسة حاربي كاكا سير وأعلام النبلاء بيا أو اندبر قدي تواي يعني أو جا أو ناوي بري مسألة تشبيها بالبيهقي كابرا خو تشبيه كابا إمام بيهقي كالرواية لما مستيقو يكا في قوله كدري حدثنا أبو عبد الله الحافظ أوش مقصودي شيء ما مستيقو يعني الحاكم ونيك عكا مقصودي في حاكم حاكم ما مستيقو إمام بيهقي حاربوي أزاك كوتن حدثنا أبو عبد الله الحافظ كابرا وتقى والله حاكم روايتك دي حاكم قلق قديم تلال زعبي وانيا او الزرارينيه لظهور المقصود كما بستكدي تجي ولا التدليس بإيهاب اللقاء والرحلة هروها تدليس شي غيرك لفظ كواتب قاب بخوي مروي عنه يكيديتيا بخوي مروي عنه يكيديتيا يعني بخوي بارك ديو تشوي تكنوي حديث كيدي ورقتيو قرايتوا الاول مثال اللقاء وشي كقول من عاصر الزهرية مثلا ولم يلقه سردم امام الزهري هبو بي كتابعين كنشي قيبتي قال الزهري زهري فرمويتي مهما أي موقعا في الوهم أي الذهن أنه سمعه هكذا كلمة قال عادة بكسي جبتي بخوش جولي بوبي واي يعني قال يقول بي وابيخي كأنه جولي بوا وثاني إدوام رحلتي أن يقال بري حدثنا من وراء النهر حربي أو حدثي بومجرا ومن أو كسي وراء النهر كلا بشتوي رباريا او كابرا مقصودي رباري بغدائي بي حاربي كاكا ما عنده ما وراء النهر ورباري جيحوني اقوتري لما انتقي روش خلاد لا افغانستان و باكستان و اوانا او ايهامك يا تيجيشتي كاكا كأنه واتيجي كابرا ليلة شويتا باكستان و افغانستان بو حديثك شويتا ويندري ودنا اذا او ما وراني خوشمان حيدري ما وراني اوان كهاتين اللويرا ليرة أو قندي عند رأيتين ناوي هنلينا ما وراء النهر رباري شقراوي المقصود بوا تيجيش لكاكا
او ایهامانه آگاد لی بیله اونو عشتانه برام کل نزه نزنن بری ماوران گوییم ماوران تیشان داریشان تیک دا او حالی بی خو مهمان زیحون آها مقصود رباری زیحون بیکلا افغانستانه والمراد اذا ما بس يوش تبي نهر مصر رباري مصر بي او ليرا شرح جامعه نهر مصر لا كتب علوم الحديث يا نهر بغداد ام بو مثال بهند هنا او شيا برهند كره نهر بغداد حرب او شيا احتمال هر دكان هي كان يكون بالجيزه مثلا او كبراء الجيزه بي جيزا او جاي وانشي في العون كان لينا اهرام كان ونيكاكا لان ذلك من المعارض لا كذب فيه وفيش تبنايكا بدرو دان عندي او تا استا تدليس الرواية بو وثمان هيسي زرارين بو وانا بو فرماشي كسر باي رواية مني خلقي عادتي شخصان افكار مثلا شخصك وقيل لمن بوا وانا يقول اصلا ارتلي بوا بري آخر قرده بي هرتليشي دي مقصود بي نقل اكار مهمي وكا خوي قولي وخوش قولي نو ونشخص النقل اكار بري والله اوزاوش هرتلي سما مستا بس اگر حقيقتي هبي كقوت رايا نعبي تدرو حقيقتي هبي بس إهامك اي تدليسة هالنقلك اي درونيا إهامك درويا اي تدليسة اما ازادين استا تدليس المتني اما مدلس المتوني كلفز پیغمبر بغوري صلى الله عليه وسلم وهو من يدرج كلامه معها قصي خوي وقرق سي پیغمبر بيخي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يتميزان كابرانتو عن الليشان جداب كاتوا فمجروح حرب كاكاو كابرانا بمجروح دادن ري لإقاعه غيره في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح خوي وقال حديثه يا بشيوه شيوه كخرج درو الى سر پیغمبر بك صلى الله عليه وسلم لرى مثال هنا باندي انما الاعمال في الصلاه بالنيات كلمه في الصلاه لحديثه دانيا بس او هسايا كديت يشرح بنيته نيجي ايهام كوا اجيني كوا لفظ پیغمبر بي صلى الله عليه وسلم ويانا اويان بزرع داد درو قبومنيا او زجب دي او ادرازانه قالك زورن برام ناقيد حديث هرستن رونيا كنوا حربي كرونيا عن كردوا فكره كنوا كابرايا وكو شرح كنايتي من عنده بويا بزرح دعنا عندري استا مسلي صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر او حديث انس يا حربي كاكا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم امام الشافعي يفرمي هل هتا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين قصي انسيا ما بعدي بك لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم اري شرحك راويك ببوشوني خوي كديتو تيش عبقرتشوا واتيقا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين معناه لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم اري فكري نوي نكد يفتتحون بالحمد لله رب العالمين معناه يكسر دستان بفاتحة اكل فاتحش بسم الله نابت الفاتحة شوك آياتك لفاتحة بسم الله أو غستايا ببوشون يخوي واتيق يقصي أنسي أو معنايتي بسم الله آياتك نيل فاتحة ورأس ينقوتي الحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم إمام الشافعي التي حديثك هنا تدري أري أول متن حديث أنسي دانيا عربي كاكا أو في يقول لي إدرات برام تي أشكرا بو إدرازك إمام الشافعي أشكرا كذيا رحمة خوالي لبي بوش عملي بينا كذيا حاربي جاء مثلا قلبي متنيكا إقلوان أري قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج وصلح شو ما مزقوتي ونوجي شكل إمام بخاري دو تتبع حديثكي كذيا هروك شي إمام ترمزي لي روايتك أري الرعوي بحر داتشوا حديثكي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وهو سائم ليكي كربوا لغر إن ويجي حاربي كاكا هستايا راست قلبي متنكي كرديا كرديكي إن ويجي دنا صومة أري وانا قنيا أو كدرسي بإمام ترمزي قوتي أو هاي بو قوتي بو إمام ترمزي بخول إمام بخاري نقلك
اوش شعر زای علتی حدیثی و تتبعی کده زای چی وشی شافعی وشی بخاری لبروی دستی باراین هبو لحدیثی او نوعشتانه هم دیتی توا حاربی که که جان اوه گوری نمتنی تدریس چاته دایا برام لبروی عشق رابی عزرشی براوی که دین و حمل ناکده تسر فیسکه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.